جلسة أخرى لاستكمال دراسة الموازنة العامة انتهت إلى موعد آخر نهار الجمعة المقبل، وبين الجلستين جلسة أخرى الأربعاء في القصر الجمهوري. أجواء إيجابية تحدث عنها الوزراء الذين بحثوا في موازنات الوزارات. تم إقرار الباب الأول من الموازنة كليا، وتم الانتقال إلى أبواب الموازنة المتعلقة بموازنات الوزارات المختصة، وتم مناقشة بعض الوزارات بالتسلسل والموافقة عليها، وما زال مجلس الوزراء بحاجة لمناقشة بقية الموازنة، ولكننا أنجزنا قسم كبير من الموازنة، وإن شاء الله لا تحتاج إلى المزيد من الوقت، وتكون الموازنة قد أصبحت جاهزة كليا. مناقشة للموازنة بندا بندا، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت، لأنه هنالك أيضا مطالبات من الوزراء بزيادة بعض البنود، وطبعا هنالك الحدود التي تستطيع فيها وزارة المالية تلبية هذه المطالب، ولكن الأجواء إيجابية جدا، ونسير بالموازنة بندا بندا، ويتم الموافقة عليها، وأنا لم أرى أي عائق أمام إنهاء هذه المناقشة بالسرعة المطلوبة. قانون الانتخاب نقاش آخر، وقانون الانتخاب عندما نتفق على قانون الانتخاب نذهب إلى إقرار قانون الانتخاب. الوزراء أكدوا إحراز تقدم في النقاشات. يعني اليوم أي وزارة يعني خلصتوا؟ رئاسة مجلس الوزراء، المجلس النيابي، وزارة المال، الداخلية، هودي عليهم المفروض الجمعة نخلص. في طلب يعني بنفعات موضوع وقت مش تعقيد. بموضوع الإصلاحات في شهية على النقاش، ليه؟ في عصف فكري مالي ومالي، وبالتالي اضطرينا نعمل جلسة يوم الجمعة الساعة 4. بس مع الوزير، لأنه بلش الحكي عن إنه إذا ما في قانون انتخابات ما في موازنة. بس أربعة في جلسة تانية. معليك الربط بين قانون الانتخاب والموازنة كما فعل الوزير جبران باسيل، هل أنتم معه هذا الطرح؟ أكيد لا. تخلص الجمعة مع الوزير؟ ما في مقايضة بين قانون الانتخاب والموازنة؟ ما في مقايضة بين أي موضوع وأي موضوع. بعد قرار الموازنة المرجعية. طيب تخلص الجمعة؟ تخلص الجمعة. وقانون الانتخاب؟ شي جمعة. قد تكون أو لا تكون جلسة الجمعة الجلسة الأخيرة قبل إقرار الموازنة، لكن الأكيد حتى الآن إنجاز القسم الكبير من بنودها.